أهلا وسهلا يا ماس آه، ابعتوا من هسه ابعتوا الرابط لأصحابكم عشان آه، نبلش اليوم بكير. بس ابعتوا الرابط تبع الحصة لأصحابكم يكونوا منزلين زوم عشان يفوتوا معنا. أهلا مسك أهلا وسهلا، ابعتوا الرابط لأصحابكم عشان نبلش اليوم بكير. أهلا سيرين. وعليكم السلام، أهلا وسهلا فاطمة. اليوم ما رح ناخذ درس اليوم رح ناخذ أسئلة الدرس الصوت وحدة الصوت خلصنا فيها درسين اليوم رح نحل أسئلتهم لأن حكيت لكم بعد ما نخلص كل شيء بنحل أسئلة الدروس ورح نحل أسئلة الوحدة كمان وعليكم السلام أهلا غلا رح نحل سيرين نبلش بأسئلة الدرس الأول اللي هو بيحكي عن الموجات إحنا بوحدة الصوت اللي ما كان حاضر معنا قبل إحنا وصلنا لوحدة الصوت وخلصناها الحصة الماضية أعطينا الدرس الأخير فيها فيها درسين هي رح نحل أسئلة الدرس الأول والثاني بعدين رح نحل أسئلة الوحدة ورح نراجع بشكل سريع الدرس الأول عشان نعرف نحل أسئلته ونفس الشيء الدرس الثاني رح نراجع بشكل سريع عشان نعرف نحل أسئلته اهلا يا سلمى يلا ابعتوا الرابط لاصحابكم عشان نستنى شوي وندخل يلا عشان نبلش خليهم يكونوا منزلين زوم ويحضروا معانا لا غلا اليوم ما رح ناخذ درس رح نحل أسئلة الدرس الأول والثاني من الوحدة في الصوت ورح نحل أسئلة الوحدة كمان إن شاء الله سلمى اليوم كل أجوبة رح يكون رح الأغلب يجاوب بس اللي بكون عارف الجواب بيضلوا رافع إيده عشان أخليه يجاوب بس لازم تكون عارف الجواب عشان ضلك ما ما ناخذ وقت عشان نجاوب بكون محضر حالك محضر الجواب وبتجاوب للي ما بيعرف اليوم رح نحل أسئلة الدرس الموجات والدرس الثاني برضو من وحدة الصوت بعدين رح نحل أسئلة الوحدة رح أحكي لكم صفحة إيش بس أول إشي بدي أراجع الدرس بشكل سريع عشان نعرف نحل الأسئلة وعليكم السلام أهلاً يا يمان حاضر الكل بده يشارك محمد تقدر تشارك لما احكي لكم مين حاب يجاوب ترفع ايدك وانا بختارك وبتعمل انميوس وبتجاوب يلا شيروا الرابط عشان نبلش اه عارفه السندس اني اعطيتكم اياه بس انا اليوم بدي اراجع عشان نحل اسئلته لانه ما حلينا اسئله فبدنا نحل الاسئله عشان نحل اسئله الوحده اليوم يعني زي كانها مراجعه للوحده عشان نحل الاسئله رح اخذ اسئلتكم عن هذا الدرس ساره ان شاء الله اليوم يعني بدنا نشيك على هاي الوحده كامله يلا خلينا ثمانية بس. ان شاء الله يا مان اليوم رح اختار للكل يعني الكل ان شاء الله اليوم رح يجاوب ان شاء الله طيب يلا خلينا نبلش رح نراجع بداية عشان الكل اللي بيحب يجي يلحق معنا الاسئلة رح نراجع الدرس الاول عشان نحل اسئلته اوكي تمام طبعا انا مراجعه كتبت لكم زي ملخص صغير براجع لنا الدرس الاول او ايش هي الافكار الرئيسيه اللي كانت فيه وحكينا عنها بالحصه مش الماضيه اللي قبليها طبعا الحصص الموجوده بتكون على اليوتيوب تمام خليني أعرفكم كل اللي جديد اول مره بحضر معي انا اسمي مس نور رحاحله بدرسكم ماده العلوم هاي الحصه بتكون حصه تفاعليه بنسفع فيها مع بعض انا بحكي واللي بحب يجاوب برضه بيرفع ايده وبفتح له المايك وبيجاوب لما اطلب منه انه ي... مين عارف الجواب اللي بحب يجاوب بس ضروري تكون عارف الجواب عشان على طول اول ما افتح المايك يجاوب بالنسبه لهي الحصص بتكون حصص لاشياء الاساسيه والمهمه بكل درس الشرح التفصيلي للمادة موجود على المنصة مشروح كامل من أول الكتاب لآخره بالنسبة لحصصنا بتكون مسجلة ونازلة على اليوتيوب في رابط لقناة في اليوتيوب هسا بنحط لكم إياه تقدر تفوتوا وتعملوا اشتراك، أي حدا ما حضر حصة قبل وحاب يحضرها أو يراجعها بتكون موجودة عند يوتيوب. طيب، هسا خلينا نبلش رح نراجع الدرس الأول عشان نحل أسئلته، ونفس الإشي الدرس الثاني ونحل أسئلته بعدين نحل أسئلة الوحدة. بداية رح أحكي لكم إشي حكي قبل هالمرة بس عشان نقدر نحل الأسئلة. أول شغلة بس ثواني اوكي يلا تم اول شغله كثير إشي مهم عندنا اللي هو تعريف الموجه لانه الدرس كان يحكي لنا عن الموجات فاول إشي لازم اعرف شو يعني موجه بداية بدي أعرف اللي هي الموجة هي اضطراب أو اهتزاز تنتقل فيه الطاقة من مكان إلى آخر فأنا عندي الموجة هي اضطراب أو اهتزاز تنتقل فيه الطاقة من مكان لآخر فأنا بالموجة بصير عندي انتقال للطاقة من مكان لثاني هاي هي الموجة وهي اهتزاز يعني لازم يصير في عندي اهتزاز أو اضطراب وتنتقل الطاقة من مكان لثاني عشان يتكون عندي الموجة طيب أول شيء عرفنا الموجات بما انه عنوان درسنا الموجات، أنا هسا لازم أعرف لإيش تصنف الموجات أو أنواع الموجات، فأنا عندي أنواع أو تصنيفات للموجات، أول شيء حسب إيش؟ ما بصيرش أحكي تصنيف الموجات وأسكت، لازم أعرف تصنيف الموجات حسب إيش بده إياه، فبحكي لنا أول إيه تصنيف ممكن أصنفه تصنيف الموجات حسب حاجتها لوسط ناقل. واثنين تصنيف الموجات حسب اتجاه انتشارها، فأنا عندي تصنيفين للموجات إما حسب حاجتها لوسط ناقل أو حسب اتجاه انتشارها، فتُصنف الموجات حسب حاجتها لوسط ناقل إلى موجات كهرومغناطيسية وموجات ميكانيكية، عندي موجات كهرومغناطيسية وميكانيكية، يعني لو اجاني السؤال ما هو تصنيف الموجات حسب حاجتها لوسط ناقل؟ بحكي موجات كهرومغناطيسيه وموجات ميكانيكيه. طيب بما انه هاي تصنيف الموجات حسب حاجتها لوسط ناقل، معناته واحدة من هاي الموجات تحتاج لوسط ناقل وحده, وحدة منهم ما بتحتاج لوسط ناقل، فبحكي لنا الموجات الكهرومغناطيسيه هي موجات تحتاج الى، لا تحتاج الى وسط ناقل، فأنا عندي الموجات التي لا تحتاج الى وسط ناقل، شو بتسمى موجات كهرومغناطيسية. أما الموجات اللي بتحتاج الى وسط ناقل، اسمها موجات ميكانيكية، فأنا عندي موجات كهرومغناطيسية وموجات ميكانيكية. الموجات الكهرومغناطيسية لا تحتاج إلى وسط ناقل، أما الموجات الميكانيكية فهي تحتاج إلى وسط ناقل بس هذا هو الفرق بين الكهرومغناطيسيه والميكانيكيه كمان حطيتكم شغلات كثير مهمه حكيناها عن الكهرومغناطيسيه وشغلات مهمه حكيناها عن الميكانيكيه من الشغلات المهمه اللي حكيناها عن الموجات الكهرومغناطيسيه اللي هي موجات الضوء اول ضوء هي موجه كهرومغناطيسيه فاذا الضوء لا يحتاج الى وسط ناقل كيف عرفت ان الضوء لا يحتاج الى وسط ناقل لانه هو عباره عن موجات كهرومغناطيسيه والموجات الكهرومغناطيسيه لا تحتاج الى وسط ناقل فاذا من الامثله على الموجات الكهرومغناطيسيه التي لا تحتاج الى وسط ناقل اللي هي الضوء ثاني شغله كثير مهمه من التطبيقات على استخدام الموجات الكهرومغناطيسيه اللي هو حكينا نستخدمهم بالمركبات المركبات الفضائيه لما يروح يودوا مركبة على الفضاء عشان تستكشف المريخ طب كيف بدهم يودونا المعلومات اللي بأخذوها بهاي المركبة لنا إياها عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية طب ليش اختاروا الموجات الكهرومغناطيسية بالذات ليش مش موجات ميكانيكية مثلا لأنه الموجات المغناطيسية لا تحتاج إلى وسط ناقل فهيك سهل إنها توصلنا عن طريق الفضاء فأنا من الفضاء بنقل المعلومات من المركبة اللي موجودة بالفضاء إلى الأرض عن طريق الموجات الكهرومغناطيسيه لانه الموجات الكهرومغناطيسيه لا تحتاج الى وسط ناقل فاذا احد التطبيقات اللي هي ارسال الصور والمعلومات الى المحطه الارضيه عن طريق الموجات الكهرومغناطيسيه من الفضاء ثاني نوع من الموجات من الموجات اللي هي حسب حاجتها الى وسط ناقل اللي هي الموجات الميكانيكيه حكينا هي تحتاج الى وسط ناقل طبعا هذا اللي هسه هذا الدرس الاول من الوحده اللي اسمه درس الموجات إيه انا حاطه لكم اياه انا احنا شرحناه بشكل تفصيلي بس هذا انا حاطه زي ملخص عشان نقدر نحل الاسئله تمام طيب هسه الموجات الميكانيكيه حكينا هي تحتاج الى وسط ناقل من امثله عليها الموجات الزلزاليه وموجات الصوت إذن إذا إذا حكيت لكم الموجات الزلزالية تحتاج إلى وسط ناقل، بتحكوا لي نعم، تحتاج إلى وسط ناقل، لأنها عبارة عن موجات ميكانيكية، والموجات الميكانيكية تحتاج إلى وسط ناقل. تحكوا لي نعم تحتاج الي وسط ناقل لانها عباره عن موجات ميكانيكيه والموجات الميكانيكيه تحتاج الي وسط ناقل وفعلا شرحنا عن الزلزال، لما يصير في عندي زلزال، موجات الزلزال تنتقل عبر القشرة الأرضية. نفس الشيء موجات الصوت، الصوت ينتقل في جميع الحالات المادية، في الصلب والسائل والغاز، ينتقل بالكل الصوت. حكينا كيف بنتقل بالصلب لما طرقنا على قطعة حديد قدرت أسمع الصوت، ولما حكينا بالماء بالسائل الدلافين بتصدر أصوات فبتسمع بعض، هيك بنتقل بالسائل وكمان الصوت ينتقل في الهواء لما المؤذن يأذن بالجامع، صوت المؤذن بينتقل من الجامع إلى إلى عندي إلى البيت فأنا بقدر أسمع الصوت فإذا ينتقل عبر الغاز اللي هو الهواء، فأنا الصوت بنتقل بالصلب والغاز والسائل. في جميع الحالات، والموجات الزلزالية تنتقل عبر القشرة الأرضية. فإذا سواء موجات زلزالية أو موجات الصوت تحتاج إلى وسط ناقل. فبما أنها تحتاج إلى وسط ناقل، إذا هي موجات ميكانيكية. فإذا حاجتها إلى وسط ناقل. كهرومغناطيسية لا تحتاج، وميكانيكية تحتاج. الى وسط ناقل. بالضبط، أنا قاعد براجع الدرس عشان نحل أسئلته. هسا تصنيف الموجات حسب إتجاه إنتشارها. أنا في عندي تصنيف للموجات حسب إتجاه إنتشارها. في عندي موجات مستعرضة وموجات طولية. ببساطة حكينا الموجات المستعرضة لها تضاغط وتخلخل. أما الموجات الطولية لها قمة وقاع. وحكينا أول شيء عن الموجات المستعرضة حكينا إتجاه إنتشارها عامودياً على حركة جسيمات الوسط. كيف يعني؟ خلينا ناخذ مثال شوف الصورة اللي تحت عندي أنا عندي موجة مستعرضة بيكون اتجاه انتشارها عموديا وفيها تضاغط وتخلخل طبعا عارفين التضاغط بيكونوا الموجات قراب من بعض التخلخل بيكونوا بعاد عن بعض فلو ننتبه لهاي الرسمة هاي اللي هي هون بحكي لنا في عندي اللي هو حكينا النابض من حركه للأمام وللخلف فبتكون عندي موجات الموجات هاي في عندي هاي هيك وعندي هاي هيك عندي آه، تضاغط وتخلخل التضاغط بيكون قراب من بعض التخلخل اللي بيكونوا بعاد عن بعض طيب ايش الموجات الطوليه الموجات الطوليه بيكون لها قمه وقاع قمه وقاع قمه وقاع وان قمه وقاع فانا اعلى نقطه هي تسمى القمه و اقل اخفض نقطه تسمى القاع فلو حكيت لكم ايش هي اعلى نقطه تحكوا لي القمه طب ايش اخفض نقطه هي القاع تمام والقمه والقاع بالموجات الطوليه طيب هسا انا عندي آه خلينا نبلش بالاسئله آه لازم اكون عارفه القمه والقاع خلينا نبلش بالاسئله عشان نحل على هذا الموضوع طبعا هسا الاسئله انتم بتحلوا يعني اللي بيعرف الجواب بيرفع ايده عشان اقدر اختاره اوكي اللي بيعرف الجواب بده يرفع إيده عشان أقدر أختاره. تمام، آه، محمد حكيتهم العكس، رجعت حكيتهم العكس، آه أنا عارف أول ما حكيتهم مقلوبات رجعت حكيتهم العكس. تمام، خلينا نحل الأثر عشان توضح النقطة. أول إشي بحكي لنا صنف الموجات بحسب حاجتها إلى وسط ناقل واتجاه انتشار، هاي يعني اللي حكينا قبل شوي، تصنيف الموجات في عندي. حسب حاجته لوسط ناقل تنقسم الى قسمين وحسب اتجاه انتشارها بتقسم الى قسمين برضو مين يحكي لي ايش تصنيف الموجات حسب حاجتها الى وسط ناقل في عندي نوعين من الموجات حسب حاجتها الى وسط ناقل مين يحكي لي اياهم اوكي اللي بده ي... اللي عارف الجواب يكون رافع ايده عشان اخليه يجاوب بس اللي عارف الجواب اوكي يلا يا مان <applause> اهلا وسهلا اول فرع الف حسب حاجتها الى وسط ناقل ايه نفهم اه تصنف الموجات حسب حاجتها الى وسط ناقل لايش؟ كهرومغناطيسية ممتاز وايش؟ ممتاز فبحكي لنا يمان انه حسب حاجتها شكرا يمان حسب حاجتها الى وسط ناقل فهي تصنف الى قسمين اللي هو أول واحد الموجات الميكانيكية اثنين الموجات الكهرومغناطيسية فأنا عندي حسب حاجة الوسط ناقل تصنف إلى موجات ميكانيكية وموجات كهرومغناطيسية مغناطيسيه هذا اول تصنيف اللي هو حسب حاجة الوسط ناقل ثاني تصنيف بحكي لي صنف لي اياها حسب اتجاه انتشارها كيف بصنف الموجات حسب اتجاه انتشارها ثاني سؤال هي اللي بحكي لنا صنف لنا الموجات حسب اتجاه انتشارها كيف ممكن اصنف حسب اتجاه انتشارها مين يجاوبني نشوف مسك تفضلي مسك يلا مسك اوكي نشوف غير ماسك اللي بدي يكون عارف الجواب على السريع بيرفع بيفتح المايك عشان يجاوب يلا محمد محمد فخري تفضل محمد عارف الجواب؟ أي مس عارفه انا لارين بس لارين اهلا وسهلا فيكي بحكي لنا بدنا نصنف الموجات حسب اتجاه انتشارها ايش تصنيف الموجات حسب اتجاه انتشارها؟ مثل هي الموجات الطوليه والموجات المستعرضه إذا تصنيف الموجات حسب انتشارها تصنف إلى موجات طولية وموجات مستعرضة، ممتازة، شكرا. شكرا لارين، شكرا. طيب إيش تحكي لنا لارين؟ بس إنه تصنف الموجات حسب اتجاه انتشارها إلى موجات طولية وموجات مستعرضة، بس. نشوف السؤال اللي بعده اذا هذا هو جواب السؤال الاول اللي حاب ياخذه تصنيف الموجات حسب حاجتها الى وسط ناقل الى موجات ميكانيكيه وموجات كهرومغناطيسيه وتصنف الموجات حسب اتجاه انتشار الى موجات طوليه وموجات مستعرضه طيب هسه خلينا نرجع للسؤال اللي بعده اللي هو مفاهيم مصطلحات زي ما تعودنا هذا السؤال كيف بيكون معطيني التعريف وبيطلب تعريف ايش هذا الاشي فبيحكي لنا ايش هو الاشي اللي هو اعلى نقطه في الموجه المستعرضه ايش هي اعلى نقطه في الموجه المستعرضه تعريف تعريف ايش هاي حكينا هي اعلى نقطه في الموجه المستعرضه اوكي نشوف مين اللي بدهم يجاوب يكونوا رافعين ايدهم بس ثواني عشان يبينوا عندي اثنين اوكي نشوف غلا تفضلي غلا غلا رامي تفضلي اهلا مرحبا اهلا وسهلا ايش السؤال الثاني احنا اه ايش هي مم. اعلى نقطة في الموجة المستعرضة؟ قمة الموجة ممتازة إذا هذا تعريف قمة الموجة تعريف قمة الموجة هي أعلى نقطة في الموجة المستعرضة إذا التعريف هذا قمة الموجة إذا الجواب هو قمة الموجة طيب نشوف اللي بعده نفس الإشي بدي أعطيك كل إشي وتحكولي هذا التعريف لإيش خلينا نشوف خليل تفضل خليل يلا خليل خليل تعرف الجواب أوكي نشوف غير خليل فاطمة تفضلي فاطمة فاطمة مراد تفضلي يلا كيفك ماشي؟ أهلا وسهلا أهلا وسهلا ماشي وين السؤال؟ هي السؤال، السؤال الثاني منطقة تقارب جسيمات المادة في الموجة الطولية، لما جسيمات المادة تتقارب بالموجة الطولية شو حكينا عنها؟ شو اسمها؟ منطقة خارج جسيمات المادة في الموج ايش اسمها؟ تضاغط ولا تخلخل؟ تقارب قراب من بعض تخلخل؟ لا اللي قراب من بعض شو اسمهم؟ تخارب تضاغط ممتازة شكرا لك ايش بتحكي لنا فاطمة؟ بتحكي لنا اسمه تضاغط أنا حكينا اللي من بعض وفي بعد من بعض نرجع للرسمة في عندي هيك موجات قراب من بعض وموجات بعاد عن بعض اللي من بعض اس 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 اسمهم تضاغط اللي بعض عن بعض اسمهم تخلخل تمام فأنا عندي بحكي لنا إن أنا مو تقارب الجسيمات في المادة في الموجة الطولية متقاربات من بعض فاسمه تضاغط مش تخلخل فإذا الجواب الفرع الثاني اللي هو التضاغط أوكي نشوف السؤال اللي بعده اللي هو أفسر يسبب الزلزال القوي دمارا كبيرا في المنطقة التي يحدث فيها هسا الزلزال هو موجة حكينا عنه حكينا عن الزلزال هي عبارة عن موجة تنتشر تحتاج إلى وسط ناقل فهي موجات ميكانيكية طيب حكينا عن الزلزال انه موجه وحكينا انه بينتشر بالقشره الارضيه بس بحكي لنا علل او فسر يسبب الزلزال القوي دمارا كبيرا في المنطقه التي يحدث فيه خلينا نشوف مين بده يجاوب يلا من الرافعين ايديهم كون رافعين إيديكم اللي بكل مش من الشات عشان اعرف مين عارف الجواب بس اللي عارف الجواب يضلوا رافع ايده يلا محمد تفضل محمد ايه مس اجاوب اه يلا ايش السؤال السؤال الثالث يسبب الزلزال القوي دمارا كبيرا في المنطقه التي يحدث فيه ليش بعمل الدمار؟ دمار لان الموجات الزلازل تنقل طاقه كبيره ممتاز لانه موجات الزلازل شو بحكي لانه لأن موجة الزلازل الزلزال الخاص القوي بنقل بنقل طاقه كثير كبيره والموجه اصلا بتنقل طاقه فلما تكون الطاقه كبيره تعمل دمار كبير فانا ايش بحكي بحكي جواب السؤال هيك اللي هو لأن موجات الزلزال القوي تنقل طاقة كبيرة لأنه الزلزال قوي والزلزال موجة والموجة بتنقل لي طاقة فالزلزال رح ينقل لي طاقة كثير كبيرة تمام إذا هذا هو جواب السؤال الثالث. نشوف السؤال الرابع. يلا. السؤال الرابع بحكي لي استنتج هو، أوكي؟ اهتم العلماء بفهم الموجات الكهرومغناطيسية لدراسة الفضاء الخارجي. يعني ليش اختاروا الموجات الكهرومغناطيسية للفضاء؟ ليش ما اختاروا موجات ثانية؟ ليه اختاروا الموجات الكهرومغناطيسية؟ مين يجاوبني؟ نشوف رغد، تفضلي رغد. يلا رغد. أوكي رغد لازم تكوني محضرة الجواب عشان تجاوبي خلينا نشوف ف... سارة أوكي يلا سارة سارة هاني تفضلي يلا سارة بس افتحي المايك عشان تقدري تجاوبي لانها لا تحتاج الى وسط مادي ناقل وتنتقل في الفضاء ممتازه شكرا كثير ساره ايش تحكي لنا ساره تحكي لنا لانه الموجات الكهرومغناطيسيه هي حكينا عنها موجات لا تحتاج الى وسط ناقل بما انها لا تحتاج الى وسط ناقل كهرومغناطيسيه فبقدر استخدمها بالفضاء فعشان هيك هي اللي اختاروها لدراسه الفضاء فايش بنحكي السؤال لان الموجات الكهرومغناطيسيه الجواب هذا جواب السؤال الرابع اوكي للي بحب يكتبه لان الموجات الكهرومغناطيسيه تمتاز بعدم حاجتها الى وسط ناقل لا تحتاج الى وسط لذلك فهي لنقل المعلومات والصور من المركبات الفضائية إلى المحطات الأرضية في الأرض فأنا إذا أنا بدي أحكي بدي موجة ما بتحتاج لوسط عشان تنقل لي من الفضاء للأرض فزي إيش اللي هي الموجات الكهرومغناطيسية التي لا تحتاج إلى وسط أما الميكانيكية تحتاج إلى وسط فهي ما بقدر أستخدمها بالفضاء طيب نشوف السؤال اللي بعده اللي هو السؤال الخامس بحكينا السؤال الخامس لماذا تصمم قواعد بعض البنايات في بعض الدول بحيث تكون قابلة للحركة باتجاه موازي لسطح الأرض؟ مين بيعرف جواب هذا السؤال؟ السؤال الخامس. يلا نشوف. آه، سندس. أوكي سندس بس ارفع ايدك عشان يبين عندي اسمك. أوكي يلا سندس. يلا سند تفضلي ايش بحكي السؤال الخامس لماذا تصمم قواعد بعض البنايات في بعض الدول بحيث تكون قابلة للحركة باتجاه موازن لسطح الأرض يلا ايش اه لكي تتحرك بنفس اتجاه اهتزاز سطح الأرض عندما حدوث الزلازل فلا فلا يسبب ذلك الانهيار. ممتازة ممتازة كتير، إيش بتحكي لنا؟ بتحكي لنا لأنه حتى تتحرك تحكي حتى تتح... كي تتحرك في اتجاه بنفس اتجاه اهتزاز سطح الأرض عند حدود زلازل، يعني الزلزال بيكون بشكل موازي فإذا بيكون هي كمان بشكل موازي فبكونوا بنفس الاتجاه فما بتنهار، يعني ما بتدمر، فإذا اللي بده ينقل جواب السؤال الخامس كي تتحرك بنفس اتجاه هيها اللي هي كي تتحرك بنفس اتجاه اهتزاز سطح الارض عند حدوث زلازل فلا يسبب ذلك انهيارها. بس هذا هو جواب السؤال الخامس. تمام نشوف السؤال اللي بعده اللي هو السؤال السادس. السؤال السادس هذا دوائر بحكي لنا اختر الاجابه الصحيحه فيما يلي اللي هو الصوره التي تمثل الموجات ميكانيكيه وطوليه. فانا بدي موجات تكون ميكانيكيه وطوليه. بدنا نكون عارفين كل شكل شو هو الشكل الأول هي موجات البحر هذا الشكل الأول هذا موجات بحر طيب هون في عندي اللي هو موجات الرياح أوكي هون في عندي موجات صوت جيم موجات صوت طيب اللي بعدها هي حبل وبحركه فأنا عندي قمة وقاع أصلا قمة وقاع أنا بدي بحكي لي موجات ميكانيكية طولية فإيش مين من هاي الموجات الميكانيكية طولية؟ مين بيعرف الجواب اللي هي الموجه تكون ميكانيكيه وطوليه بنفس الوقت يلا خلينا نشوف مين آه بدنا نجاوب من اللي ما جاوبوا. يكونوا رفع ايده عشان اخليه يجاوب لينا تفضلي يلا لينا جيم. ممتاز اللي هي موجات ايش جي موجات ايش هي موجات ميكانيكيه ميكانيكيه طوليه، ممتاز. ممتاز هي موجات صوت، فإذا هي موجات شو؟ صوت، لأنها موجات صوت اللي بحكي عنها مي... ميكانيكيه طوليه، اوكي؟ تمام لينا؟ فايش لينا بتحكي لنا؟ بتحكي لنا الجواب هو جيم اللي هي موجات الصوت، ممتاز فممكن يجينا السؤال صور وممكن يجوا كلمات، فإحنا بنختار موجات الصوت اللي هي موجات ميكانيكيه وطوليه بنفس الوقت. تمام هيك بنكون خلصنا الدرس الاول وخلصنا اسئلته برضه هسه انا عندي وراجعناه وخلصنا اسئلته احنا اصلا شارحينه على اليوتيوب اذا بدكم حضروه الحصه موجوده على اليوتيوب آه، بتقدروا تقدر تحضروها للي ما حضر هسه بدنا نراجع الدرس الثاني بشكل سريع وبعدين نحل اسئلته اوكي تمام طيب هسا بدنا نحل آه، هاي حلول الاسئله تبع الدرس الثاني هسه بدنا نراجع الدرس الثاني بعدين حل اسئلته رح نراجع نفس الاشي بشكل ملخص يعني حاط لكم هيك زي ملخص بعطيني ايش الافكار المهمه بالدرس الثاني تمام في حدا عنده سؤال عن الدرس الاول حدا عنده سؤال عن الدرس الاول قبل ما ابلش بالدرس الثاني اراجعه بشكل سريع ونحل اسئلته مين عنده سؤال رنيم يلا رنيم خليني افتح لك المايك عشان تحكي لي ايش هو سؤالك يلا رنيم احكي لي مرحبا بس هلا وسهلا سؤالي على السؤال على الدرس الاول اللي آه. هو اللي بصفحه 59 حاولت كثير افكر فيه بس ما عرفت كيف انه اجاوبه وين صفحه اوكي ثواني بس خليني افتح الصفحه عشان اشوف وين سؤالك 59 اي واحد أتحقق ولا افسر لا افسر افسر حكينا زيه باسئله الدرس حكينا مع السؤال بحكي لنا كيف تستطيع مركبه استكشاف سطح المريخ يعني مركبه مودينها عشان تستكشف سطح المريخ كيف ترسل لنا الصور تبعون المريخ يعني احنا كيف وصلنا لنا الصور والمعلومات كيف بدهم يرسلوها من المريخ للارض باستخدام موجات ايش؟ اللي هي موجات لا تحتاج الى وسط اللي هي موجات ال كهرومغناطيسية إذا أنت يمكن ما حضرتي معنا الحصص الماضية بس إحنا جاوبنا بالحصة الماضية إيش نحكي ترسل المركبة استكشاف سطح المريخ المعلومات والصور إلى المحطات الأرضية عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية لأنه الموجات الكهرومغناطيسية لا تحتاج إلى وسط وأنا بالمريخ وأنا بالفضاء بدي ما بدي يكون إشي بحاجة إلى وسط فبختار الموجات الكهرومغناطيسية وصلت؟ اه اه وصلت بس هو انا حضرت الحصه بس ما لحقت إنه اعمل سكرين للجواب ما في مشكله اعملي هسه اذا بدك سكرين للجواب ما في مشكله اللي هو آه ما, فيه. ما فيه. عن طريق الموجات الكهرومغناطيسيه طيب ليه الموجات الكهرومغناطيسيه لانها موجات لا تحتاج الى وسط ناقل تمام تمام بس طيب نشوف سؤال ثاني عشان نفوت دغري بال بالدرس اللي بعده نحل اسئلته اوكي عون تفضل عون يلا سريع ايش هو سؤالك؟ بس هسه شو نوع موجات الز صح نوع الموجات الزلازل موجات ميكانيكية؟ موجات الزلازل حكينا تحتاج إلى وسط فهي ميكانيكية صح؟ بس هي مستعرضة أو طولية؟ اه هي الموجات الزلازل بتكون مستعرضة لأنها موازية تمام؟ تمام بيكون ولا اللي تكون مستعرضه واللي اللي لفوق وتحت تكون طوليه اوكي يعطيك العافيه يا تمام هيك اخذنا سؤالين هسه من اللي بدهم اسئله هسه بدنا نشرح الدرس الثاني او احنا شارحينه اصلا بس بدي اذكركم بالنقاط المهمه عشان نحل الاسئله تبعونا طيب النقاط المهمه بالدرس الثاني انا عملت لكم هذا الشكل للي حضر معي الحصه الماضيه اللي هو هذا زي تلخيص ل كيف كيف ينشا الصوت وكيف نسمعه اوكي هيك بيجي السؤال كيف ينشا الصوت وكيف نسمعه فانا في عندي سلسله من الشغلات بتخليني ادرك الصوت واسمعه مش فجاه أدرك الصوت وبسمعه لا في شغلات بتصير اول شغله بتصير عشان ادرك الصوت واسمعه اول خطوه لازم يصير عندي اهتزاز طيب فاذا في عندي اهتزاز للجسم بيهتز الجسم لانه الصوت يحتاج الى اهتزاز فانا اول خطوه لازم يصير عندي اهتزاز اهتزاز للجسم اهتز الجسم بعدين تنتقل الاهتزازات إلى الهواء المحيط بالجسم إذا أول إشي بيهتز الجسم بعدين الاهتزازات هاي بتنتقل إلى الهواء المحيط بالجسم بعدين تنشأ موجات طولية وتنتشر على شكل تضاغطات وتخلخلات في الهواء فأنا بصير عندي موجات طولية وبتنتشر على شكل تضاغط وتخلخل في الهواء ممتاز طيب هذا إشي طبعا معطيكم إياه بس أنا قاعد براجع فيه بعدين بعد ما وصلت كانت في الهواء بعدين انتقلت على شكل موجات طوليه على شكل تضاغط وتخلخل وصلت ل... عن طريق الهواء وصلت للاذن بعد ما وصلت للاذن مش دغري بسمع، لا لسه هي بس وصلت للاذن تصل الى الاذن بعد ما توصل الى الاذن ثم تصل هذه الاهتزازات عبر القناه السمعيه الى غشاء الطبلي حكينا في عندي جزء اسمه القناه السمعيه خلينا نرجع للصوره عشان تشوفوه هاي هاي الاذن بعد ما وصل الاهتزازات لهون للاذن واللي هو هذا اسمه الصوان. بعد ما وصلت لها وفي هاي هي هي قناه سمعيه، فالقناه السمعيه بتمرر لي هاي الموجات الى غشاء الطبله اللي هو هذا. بالضبط، فاذا انا عندي الاهتزازات بعد ما وصلت للاذن انتقلت عبر القناه السمعيه، يعني القناه السمعيه نقلت لي اياها الى شيء اسمه غشاء الطبله، فاذا انتقلت الى غشاء الطبله مين نقلها؟ عبر القناه السمعيه. طيب بعد ما وصلت الغشاء الطبلة إيش صار؟ بحكي يهتز غشاء الطبلة فينتقل الصوت إلى أجزاء أخرى في الأذن، إذا الاهتزازات وصلت للأذن نقلتها القناة السمعية إلى الطبلة، الطبلة اهتزت لأنه الطبلة لها غشاء فبيهتز الغشاء، اهتز غشاء الطبلة بعدين إيش بصير؟ تنتقل ال... بينتقل الصوت إلى أجزاء أخرى في الأذن لحد ما يصل للدماغ. وصل للدماغ الدماغ بيترك الصوت واحنا بنسمعه فاذا يصل الصوت الى الدماغ فندرك الصوت ونسمع ممتاز طيب هسا بعدين حكينا عن خصائص الصوت في عندي خاصيتين من خصائص الصوت أول خاصية اللي هي شدة الصوت ثاني خاصية اللي هي درجة الصوت وحكينا شدة الصوت تعتمد على مقدار الطاقة التي تنقلها موجات الصوت فإذا إذا حكينا على ماذا تعتمد شدة الصوت بنحكي على مقدار الطاقة التي تنقلها موجات الصوت طب على ماذا تعتمد درجه الصوت تعتمد على تردد موجات الصوت اذا اللي بتعتمد على التردد اللي هي درجه الصوت اما مين اللي بيعتمد على الطاقه اللي هي شده الصوت بس هذا سؤال كثير مهم على ماذا تعتمد شده الصوت بنحكي على مقدار الطاقه التي تنقلها الموجات اما على ماذا تعتمد درجه الصوت بنحكي على تردد الموجات الصوت بس هاي أول نقطة مهمة اللي هي على ماذا تعتمد شدة الصوت وعلى ماذا تعتمد درجة الصوت. لما أسألكم إيش هي شدة الصوت يا بتحكوا لي عالي أو بتحكوا لي منخفض. إذا يعبر عن شدة الصوت بكلمة عالي أو منخفض. طيب لما أحكي درجة الصوت يا بتحكوا لي حاد أو بتحكوا لي غليظ. فإذا درجة الصوت بنحكي عنه حاد أو غليظ، أما شدة الصوت بنحكي عالي أو منخفض، والله هاد شدة الصوت عالية. والله هاي شدة الصوت منخفضة زي ايش في شدة صوت عالية لما احكي مثلا صوت الطائرات صوت الطيارة عالي مش منخفض اما لما احكي والله صوت العصفور فهو منخفض طيب لما احكي كلمة حاد وغليظ لما احكي والله قطة بتسماوي مواء القطة فمواء القطة حاد اما زئير الاسد فزئير الاسد هو غليظ فانا عندي غليظ وحاد لدرجه الصوت اما شده الصوت بحكي عالي او منخفض طب بما انه حكيت وصلنا التردد حكينا بما انه حكينا هون تردد الموجات مش درجه الصوت تعتمد على التردد بما انه حكينا تردد الموجات فلازم اعرف شو يعني كلمه تردد يعني لما احكي تردد ايش يعني تردد فالتردد هو عدد الموجات الصوت في الثانيه الواحده فاذا عدد موجات الصوت في الثانيه الواحده ها هي تردد هذا تعريف التردد طيب بماذا يقاس التردد تقاس التر... يقاس التردد بالهيرتز، اللي هي اتش اختصارها فاذا يقاس التردد بالهيرتز، وهو الذي آه ي... آه يعتمد عليه شده الصوت إذا تعتمد درجة الصوت عفوا، تعتمد درجة الصوت على التردد، والتردد يقاس بالهيرتز، وإيش تعريف تردد؟ هي عدد موجات الصوت في الثانية الواحدة. طيب، هسه يستطيع الإنسان، حكينا في تردد، يعني لأي موجة في تردد، عدد الموجات في إلها تردد، وموجات الصوت إلها تردد. بيحكي الإنسان بيستطيع سماع الموجات اللي ترددها من 20 إلى 20 ألف هيرتز. يعني أقل من 20 ما بسمع أكثر من عشرين ألف ما بسمع إذا الإنسان بس بقدر يسمع من عشرين هيرتز إلى عشرين ألف هيرتز أكثر من هيك أو أقل من هيك ما بقدر يسمع هاي كتير مهمة إنه قد إيش كم تردد للموجات اللي بقدر الإنسان يسمعها نحكي من عشرين إلى عشرين ألف هيرتز تمام هسا في عندي موجات طب في موجات أعلى من عشرين ألف شو بتسمى اسمها الموجات فوق الصوتية فإيش هي الموجات فوق الصوتية هي الموجات اللي ترددها أعلى من عشرين ألف أعلى من اللي ما بيستطع... بيستطيع الإنسان سماعها يعني أعلى من عشرين ألف يعني الموجات فوق الصوتية الإنسان ما بيقدر يسمعها الإنسان ما بيقدر يسمع الموجات فوق الصوتية ليه؟ لأنها أعلى من اللي بيقدر الإنسان يسمعها يعني أعلى من عشرين ألف طب بما إنه الإنسان ما بيسمعها إحنا ليش نستخدمها؟ نحكي تستطيع بعض الحيوانات سماحها مثل القطط والكلاب طب ايش نستفيد منها احنا كانسان ايش بيستفيد منها بيستفيد منها لبعض الاجهزه حكينا عنها اللي هو زي الالترا اللي هو الجهاز اللي بيكشف لي ايش الامراض الموجوده بالجسم مثلا او بيكشف على الجنين وهو ببطن امه فباستخدام اللي هي الموجات الفوق الصوتيه عن طريق اجهزه مثل جهاز الألتراساوند تمام اوكي، فأنا عندي في موجات فوق الصوتية، يعني في موجات أكثر من إنسان بيسمعها، ممكن مش الإنسان يسمعها زي القطط والكلاب. طيب هسه بدنا ناخذ أسئلة الدرس، أوكي؟ اللي بيعرف جواب إشي، أسئلة الدرس صفحة 70. أوكي؟ اللي بيعرف جواب سؤال يكون رافع إيده، غير هيك، لأ، ينزل إيده. أوكي؟ يلا، خلينا نشوف من اللي ما جاوبوا مين؟ جاوب لي السؤال الأول شو السؤال الأول بحكي لي بحكي لي كيف ينشأ موجات الصوت كيف تنشأ موجات الصوت مين يحكي لي إياهم كيف ينشأ موجات الصوت يلا خلينا نشوف اللي بيعرف الجواب يكون رافع إيده نشوف هبة هبة ما جاوبت هبة بس هبة ارفع إيدك عشان أيوة أوكي يلا هبة يلا هبة احكي لي السؤال الأول كيف تنشأ موجات الصوت؟ تنتشر عن اهتزاز جسيمات الوسط فانتشر فتنتشر موجات الصوت على شكل تضاغط وتخلخلات في الهواء إلى ال... أن تصل الأذن. ممتازة حكيت لنا إياها بالتفصيل بحكي لنا في اهتزاز شكرا هبة تحكي لنا هبة في اهتزاز بعد ما يصير اهتزاز للجسم تنتقل هاي الاهتزازات عبر الهواء بنقلها إلى الأذن تصل للأذن عبر القناة السمعية عشان نحكي لكم جواب كامل عبر القناه السمعيه بتوصل للغشاء الطبلي بيهتز تنتقل لاجزاء الاذن كافه لحد ما توصل للغي... للدماغ بس توصل للدماغ بندرك الصوت وبنسمعه، فانا ايش بنحكي جواب مختصر سريع اللي هو ينتج الصوت نتيجه اهتزاز الاجسام، بعدين تنتقل الاهتزازات بعد هيك تنتقل الاهتزازات في الوسط المحيط على شكل موجات طوليه لان حكينا المو... الصوت موجاته طوليه الى ان تصل الى اذني فاستطيع سماعها هي فعليا بس توصل لاذني تنتقل عبر القناه السمعيه لغشاء الطبله بعدين بيهتز غشاء الطبله بعدين توصل للدماغ بعدين بسمعها بس احنا هيك جواب مختصر اذا هذا هو جواب السؤال الاول السؤال الثاني اصلا احنا السؤال الثاني حكيناه واحنا بنشرح او احنا سواء شرحنا او احنا هسه بنراجع اللي هو تعريفات اللي هو اول اشي مفهوم مناسب في الفراغ اللي هو انا حاكي لكم شو تحكولي تحكوا لي تعريف ايش هذا مين يجاوبني يلا؟ نشوف من الناس اللي ما جاوبوا، سيدرا تفضلي سيدرا. السلام عليكم وعليكم السلام الموجات الصوت التي ي... 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 يكون يقول... ترددها الاذن البشرية سماحه ايش هاي تعريف ايش الموجات الفوق الصوتيه ممتاز هاي الموجات فوق الصوتيه فاذا هي موجات فوق صوتيه اللي هي اعلى من ما يستطيع الانسان سماعها فهذا تعريف الموجات فوق الصوتيه شكرا سيد هسه بدنا نشوف حدا ثاني عارف ايش هو تعريف ايش اللي بيكون مفهوم لحده الصوت او غلظته وين حكينا حاد او غليظ تعريف ايش هاي ديما تفضلي ديما يلا يلا ديما بحكينا ايش هذا؟ كيف ايش اللي هو؟ مفهوم لحدة الصوت أو غلظته تعريف لإيش؟ درجة الصوت ممتاز درجة الصوت لأنه درجة الصوت هو تعريف لحدة الصوت أو غلظته لأنه حاد أو غليظ هاي هي درجة الصوت بس هيك أنا بكون أعطاني التعريف وطلب مني هذا التعريف إيش؟ بيسألني هو تعريف إيش هذا؟ فانا بفهم بكون حافظ التعريف وبعرف فضل ايش حاد وغليظ حكيناها لدرجه الصوت طيب حتى المقارنه المقارنه برضه حكينا بس حكيناهم متفرقات بيحكي لنا قارن بين مواء القطه بين مين ومين مواء القطه وزئير الاسد طبعا المواء هو صوت القطه والزئير هو صوت الاسد من حيث شدة الصوت ودرجته، يعني بدك تقول تحكوا لي اللي بده او بدي احكوا لي عن المواء القطة أول، اللي هو تحكوا لي عن درجته وعن شدته، بعدين نحكي عن الأسد درجته وشدته. تمام، نشوف مين من اللي ما جاوبوا؟ إبراهيم؟ يلا إبراهيم. يلا إبراهيم. أوكي، نشوف غير إبراهيم. مين بده يجاوب؟ في اللي عارف الجواب، مين بده يجاوب؟ يكون رافع إيده. أوكي نشوف سلمى يلا خلينا نخلي سلمى جاوب يلا سلمى يلا سلمى سلمى أعمل الميوت بس عشان يطلع صوتك اوكي اللي بده يكون يجاوب لازم على السريع ي... يعمل اني عشان اخليه يجاوب اوكي اوكي نشوف ساره ف... لا ساره جاوبت صح صار... عبد الله يلا عبد الله ما جاوب يلا عبد الله اي مس يلا ايش السؤال بحكي لنا قارن بين مواء القطه وزئير الاسد من حيث شده الصوت ودرجته اوكي لما نحكي شدة الصوت شو لازم تحكي لي؟ يا بتحكي لي منخفض أو عالي، يلا موال قطة منخفض منخفض، طب زئير الأسد منخفض زئير الأسد منخفض؟ منخفض إيه عالي عالي فبحكينا من حيث شدة الصوت فموا القطة بيكون منخفض أما زئير الأسد بيكون عالي صوته كثير عالي مش زي القطة القطة بيكون صوتها كثير منخفض أما الأسد بيكون صوته عالي ممتاز شكرا عبد الله هسميني جاوبني الجزء الثاني من السؤال ايش هو الجزء الثاني من السؤال بدنا نقارن من حيث من حيث درجه الصوت للقطه والاسد مو القطه وزئير الاسد يلا نشوف رنيم يلا رنيم رنيم سلمى فتحت لك المايك بس انت ما فتحتي عشان هيك شفت حدا غيرك يلا رنيم مواء القطة درجته حاد وزئير الأسد غليظ ممتاز مواء القطة حاد وزئير الأسد غليظ لأنه أصلاً شكراً ريم أصلاً لما أسألك عن درجة الصوت لازم تحكي لي حاد أو غليظ لما أسأل عن شدة الصوت لازم تحكي لي منخفض أو عالي تمام يلا خلينا نشوف هسه السؤال اللي بعده إذا هذا هو جواب السؤال الثالث للي بحب ياخذ الجواب هي اللي هو الجدول هذا عامله انا على شكل جدول اللي هو القطة وزئير الاسد. طيب خلينا نشوف السؤال اللي بعده اللي هو السؤال الرابع. فسر استخدام بعض مربي الكلاب صافرات لتنبيه الكلاب تصدر اصواتا لا نتمكن من سماعها، يعني في عندي صافرات لتنبيه الكلاب بنقدر الكلاب تسمعها بس احنا الانسان ما بنسمعها، يعني والله احنا مش سامعينها بطلع صوت، كيف والله الكلاب سمعتها؟ كيف بدنا نعرف؟ يلا خلينا نشوف اللي يجاوب اوكي سلمى يلا جربي سلمى مرحبا مس اهلا وسهلا الغلط طلع من الصورة وما لقيتها اه مش مشكلة طلع هت... اوكي يلا جاوبيني على السؤال الرابع ليش استخدام بعض الفسر استخدام بعض مربي الكلاب الصافرات لتنبيه الكلاب بس الانسان ما بيقدر يسمعها انا ما بقدر اسمع الانسان كيف الكلاب سمعتها؟ لانها لان لانه الحيوان له قدره سمع اكبر مش أس... مش اكبر اللي هو بيسمع موجات ما بيقدر يسمعها الانسان اللي هي موجات ايش سميناها؟ كهرو؟ فوق صوتيه موجات فوق صوتيه صح الموجات الفوق الصوتيه ما بيقدر الانسان يسمعها بس والله في بعض الحيوانات بيسمعها زي الكلاب فايش بنحكي ممتازه تحكي لنا إنه, إنه في موجات والله في الإنسان ما بيقدر يسمعها لأنه ترددها عالي، بس بعض الحيوانات بتقدر تسمعها زي الكلاب. فبنحكي لنا صافرات تنبيه الكلاب تصدر موجات فوق صوتية لا يستطيع الإنسان سماعها، أذن الإنسان ما بتقدر تسمعها، بينما تستطيع الكلاب سماعها فتستجيب لها. فإذا أنا عندي الصافرات بتكون تستخدم موجات فوق صوتية، الإنسان ما بيسمعها لأنه ترددها أعلى من الإنسان بيقدر يسمعه، بس الكلاب تقدر تسمعها. تمام هيك بنكون خلصنا أسئلة الدرس هذا، هسه بدنا نفوت على أسئلة الوحدة تمام اللي هم أسئلة الوحدة على السريع آه جاوبوني على نفس الشيء معطيني التعريف وبحكي لي هذا التعريف لإيش يلا سريع خلينا ناخذ آه بس على السريع هذا السؤال بدي يكون اللي عارف الجواب محضره ويحكي لي جواب بسرعة بحكي لنا خاصية تميز الصوت العالي من الصوت المنخفض هاي تعريف لإيش يلا جوري مساء الخير مس مساء الورد اهلا وسهلا أهل شده الصوت ممتاز هاي شده الصوت هي خاصيه تمثل, تمثل العالي من المنخفض عالي ومنخفض حكينا لمين للصوت ممتاز يلا نشوف كمان عون يلا عون عون ايش تعريف المو... تعريف لايش هاي الموجات تنتشر باتجاه عمودي على اتجاه جسم مستعرضة بس عندي سؤال. بشكل عمودي ممتاز شكرا عون اذا جو و... اه اسالني بس هسه نحن سؤال أربعة ما عندناش تعيد صافرة الكلاب تعيدنا سؤال يمكن سماع موجة صوتية ترددها 10 هرتز لماذا؟ هو آه نسخة كتابك نسخة قديمة بس يمكن يمكن سماع 10 هرتز حكى الانسان بيقدر يسمع 10 هرتز لا الانسان حكينا بيقدر يسمع من وين لوين بس من 20 عشرين الى 20000 عشرين 10 يعني اقل من 20 بيقدر يسمعها لا لا فاحنا الجواب انه لا يمكن للانسان سماعها ممتاز <applause> فهذا السؤال يجاوب انه لا يمكن 10 هرتز نسمعها تمام تمام بس طب قديش من متى بكون الهيرتز تاعي الغليظ الصوت الغليظ لا انت مش مطلوب منك غير تعرف شو كم هيرتز يعني كم تردد للموجات اللي بيقدر الانسان يسمعها شو بتحكي لي بس من 20 ل 20000 طبعا الصوت الغليظ بتكون كثير يعني قريب من 20 ال 20000 فهمت كيف يعني اعلى شيء الصوت الغليظ قليل الغليظ صح الغليظ والحاد ما بدنا ندخل فيها عشان ما ما تخربط بس بدك تعرف من 20 ل 20 الف يمكن سماح فهمت علي؟ فهمت تمام بس بدنا أن نعرف انه من 20 ل 20 الف يمكن سماح بغض النظر حاد ولا غليظ بس انا عندي اقل من 20 ما بقدر اسمعها واكثر من 20 الف برضه ما بقدر اسمعها طيب نروح على السؤال اللي بعده اللي هو إحنا كنا بأساس الوحدة اللي هو تعريف الموجات التي لا تحتاج إلى وسط ناقل مين هي الموجات التي لا تحتاج إلى وسط لانتقالها؟ يلا نشوف من اللي رفعين إيديهم رغد تفضلي رغد رغد أوكي نشوف غير رغد رضوان تفضل رضوان يلا رضوان الكهرومغناطيسية ممتاز موجات لا تحتاج إلى وسط ناقل كهرومغناطيسية أما اللي يحتاج إلى وسط ناقل هي الميكانيكية ممتاز شكرا رضوان طيب اللي بعدي أه بحكي لنا موجات تستخدم في الغواصات لتجنب الاصطدام هاي حكينا عنها لما شرحنا الدرس اوكي نشوف من اللي رافعين ايديهم اسال أه. اه اهلا وسهلا ايش اسمك؟ نغم نغم, نغم. اهلا وسهلا احكي ايش هي موجات اللي نستخدمها بالغواص الاصطدام؟ موجات فوق الصوتية موجات فوق الصوتية ممتازة تستخدم في الغواصات اللي الاصطدام ممتازة طيب نشوف بعدي البعدي ايش بحكي لنا؟ بحكي لنا عدد الموجات في الثانية الواحدة ايش هاي هي عدد الموجات في الثانية الواحدة؟ تعريف ايش؟ نشوف بس احكي لي اسمك ثواني اوكي يلا احكي لي دي اسمك ديما طب يلا ديما يلا ديما يا مثل التردد ممتازة عدد الموجات في الثانية الواحدة ها التعريف للتردد ممتازة فإذا هو التعريف التردد طيب هسا بحكي لنا نصنف الأصوات الآتية إلى حاد وغليظ وعالي ومنخفض في عندي حادة وبعدين غليظة وبعدين عندي حاد مرتفعة ومنخفضة بدنا نصنفهم يلا ايش الاشياء هم اللي هم محرك المنشار اليدوي يقطع الخشب كلب محرك الطائرة، حفارات الطرق، وفتاة تتكلم، وزامور السيارة. بدنا أول إشي نعرف مين هم اللي طلعوا كيف؟ حاد وغ... ومرتفع بنفس الوقت عشان نحطهم هون. لأنه هون بده يكون حاد وإيش كمان؟ ومرتفع. مين في عندي من الشغلات اللي حكيناها من هذول؟ حاد ومرتفع. يلا، خلينا نشوف سارة، يلا سارة. مرحبا مس اهلا وسهلا هسه عندنا هاي شوي مس هسه عندنا حادة محرك, محرك الطائرة محرك طائرة السيارة اه هاي يقول الحاد يقول بنفس الوقت آه. حاد ومرتفع مش حاد لحاله حاد ومرتفع محرك الطائرة وزامور السيارة ممتازة شكرا سارة خلينا نشوف حدا ثاني جاوبنا على آه اروى يلا اروى اروى بدي تحكي لي اقصات إيه؟ آه اهلا وسهلا بدي صوت حاد ومنخفض هاي حاد ومنخفض هاي اللي هون بدنا نحط الحاد وبنفس الوقت ايش يكون منخفض مين مس غليظه يعني نباح الكلب ومنخفضة من, من شريك يدوي يقطع الخشب لا هسه انا اوكي صح ممتاز حكيتي صح غليظ لازم تحكي غليظ ومرتفع اللي هون شو بيكونوا غليظ وبنفس الوقت ايش بيكون ومرتفع اللي هو نباح الكل وحفارة الطرقات ممتازة طيب نشوف اللي بعده شكرا أروى يلا نشوف اللي بعده مين بده يجاوبني أحمد يلا أحمد نعم اهلا وسهلا يلا بدنا ايش هسه بدنا تحكي لنا مين اصوت يكون حاد ومنخفض مين الصوت حاد منخفض صوت مش فتاة تتكلم ممتاز احمد شكرا كثير فبحكي لنا حاد ومنخفض بنفس الوقت اللي هي فتاة تتكلم طيب نشوف اللي بعدها بحكي لنا بدي صوت يكون خلينا بس نمسح الغلابيش يلا صوت يكون غليظ ومنخفض غليظ ومنخفض مين يجاوبني نشوف يقين يلا يقين يقين يلا غليظ مين زمور السياره لا زمور السياره من خ... مش زمور السياره حاد مش غليظ عين بدي انا غليظ ومنخفض مين هي؟ طلع على ال هاي, هاي. طلعي منشار يدوي يقطع الخشب ممتاز منشار يدوي هو غليظ مش حاد غليظ وصوته منخفض ما بتكون صوته عالي صح ولا لا؟ ممتاز اوكي خلينا نشوف هسه اللي أه بده ياخذ الجواب ما في مشكله نشوف السؤال اللي بعده آه اليوم رح نحل ثلاثة وأربعة أوكي وبعد هيك الحصة الجاي لأنه خلصت الموعد الحصة الحصة الجاي بنكمل الصفحة اللي ضال علينا ضال علينا الصفحة بس من أسئلة الوحدة شو بحكي نستنتج لماذا لا يستطيع شخص لديه ثقب في طبلة الأذن السماع على نحو جيد ليش ما بيقدر حدا عنده ثقب في طبلة إذنه إنه يسمع منيح ما بيكون سمعه جيد بيحكوا إنه مع طبلة إذنه مثقوبة ليه؟ مين يحكي لي؟ يلا نشوف رنيم يلا رنيم يلا رنيم أمس ليش حدا طبلة أذنه مثقوبة ما بيقدر يسمع؟ ما بيقدر يسمع منيح لأنه هسا طبلات الصوت إذا فاتت على الأذن ممكن إنه تزيد وجع الأذن للإنسان طيب هسا انا موج... الاهتزازات مش حكينا بتصل للاذن اه بتصل للاذن عبر القناه السمعيه بتصل لغشاء الطبلة صح صح عشان يهتز غشاء الطبلة عشان اسمعه طب اصلا غشاء الطبلة فيه ثقب فبيكون ايش مستوى سمعه اقل فايش بنحكي لان غشاء طبلة الاذن لن يتمكن من الاهتزاز شو هو لازم يهتز عشان اقدر اسمع آه. لن يتمكن من الاهتزاز بشكل سليم عند وصول موجات الصوت إليه إذا لأن غشاء طبلة الأذن لن يتمكن من الاهتزاز بشكل سليم عند وصول موجات الصوت إليه مما يعني خللا في عملية السمع فعملية السمع ما بتكون كثير منيحة بيكون بيسمعش كثير منيح ليه؟ لأنه أنا طبلة الأذن المفروض أنها تهتز لما يوصل عندها موجات بس أصلا اهتزازها بيكون مش بشكل سليم لأنه أصلا فيها ثقب فبيكون سمعه مش مية بالمية طيب آخر سؤال راح نحله اليوم اللي هو ينصح ينصح الاطباء بعدم استخدام سماعات الاذن لفترات طويله يعني السماعات هاي اللي بنلبسها بيحكوا لنا الاطباء ما تلبسوها لفترة طويله مش ساعه او ساعتين او ثلاثه ضلكم لابسينها لا والله يعني ممكن نص ساعه باليوم اما مش فترات طويله ومتواصله ليه؟ مين يجاوبني؟ اوكي نشوف سندس يلا سندس يلا سندوس ما اه احكي لي ايش هو السؤال السؤال هيو السؤال الرابع بحكي لنا اللي ينصح الاطباء بعدم استخدام سماعات الاذن لفترات طويله ليه بس ثواني بدي بدور عليها هي بصف بصفحه 72 اخر سؤال بالصفحه آه مثل لأن استخدامها لفترة طويلة يؤثر على عملية السمع ويضعفها ممتاز لأنه أنا بس أستخدمها لمدة طويلة ب... يعني زي كأني بستخدم بعمل اهتزازات كثير لطبلة الأذن فيؤثر عملية السمع وإيش بضر عملية السمع عندي لأنه استخدمتها لفترة طويلة تمام؟ فإذا لأن استخدامها لفترة طويلة يؤثر في عملية السمع ممتاز شكرا سندوس طيب هيك احنا بنكون حلينا اسئله الدروس وراجعنا اول درسين زي كانه راجعنا الوحده يعني او حلينا اسئله الوحده بالضبط بصفي علينا صفحه من اسئله الوحده تمام الحصه الجاي راح نكمل اسئله الوحده طبعا ضل علينا بس بس ضل علينا صفحه من اسئله الوحده اللي هي هاي راح نحلها بشكل سريع كونوا محضرينها عشان يجاوبوا معي وبعدين راح ندخل بالوحده الجديده اللي هي الحراره وناخذ اول درس اللي هو الحراره وطرائق انتقالها تمام فانا عندي خل اي حدا بيحب يحضر دروس كيب... آه حصص زمان ما حضرها بيقدر يفوت على اليوتيوب ويحضر بس بدي منكم تفوتوا تعبوا لي الرابط اللي هو الفورم زي دائما اوكي فوتوا عبوا لي الفورم وخلص هيك بنكون اللي عبي الفورم يطلع ما في مشكله كملنا الحصه بنكون تمام آه بدك تقولي هي السؤال الرابع عبوا الفورم هي بعثنا الفورم بس عبوه هي السؤال الرابع أوكي، رايح أنت من عندك، أوكي. هاي السؤال الرابع جوابه. أوكي، اليوم ما شرحنا إشي جديد فما رح أسألكم سؤال الحصة إن شاء الله على الحصة الجاي راح أعطيكم سؤال عن الحصة وأربح حدا مفتاح أبواب، أوكي؟ الحصة الجاي اليوم لأنه ما شرحنا شيء جديد تمام الحصة الجاي إن شاء الله على الأكيد رح نربح اللي عنده بحاب ياخذ سكرين لهذا السؤال في بنت طلبته تاخذه عبوري الفورم ضروري هاي الفورم بس عبوه